السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الفاكهة والخضار اليوم 30/5/2020 في مصر، يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والبرتقال الصيفي ما بين 3.25 و7 جنيه، أما البرتقال أبو سرة ما بين 5 جنيه و10 جنيه، واليوسفندي ما بين 5 و9 جنيه للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 4 و11 جنيه للكيلو. وصل سعر التفاح المصري ما بين 5 و10 جنيه، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيه، والكنتالوب ما بين 3 و7 جنيه، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو جرام سعرهم من 12 إلى 18 جنيه. أما أسعار الخضار، أسعار الطماطم من 2 جنيه إلى 5 جنيه، أسعار البطاطس من 1.75 جنيه إلى 3 جنيه، أسعار البصل من 3 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر الكيلو الكوسة من 3 جنيه إلى 4 جنيه، والفاصوليا ب5 جنيه، والفلفل الرومي ب7 جنيه، والثوم ب18 جنيه، وكيلو الباذنجان البلدي تراوح ما بين 2 و3 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار من 5 ل6 جنيه، والملوخية من 3 ل5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 ل12 جنيه. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.